نرحب مشاهدي أصدقاء جاتكم فيديو جديد لما أصدقاء نسمع قالت في العنوان. اليوم يا أصدقاء باختصار راح أراويكم يا أصدقاء شلون تحصلون على ملابس مجانية في تحديث الكريسماس بلعبة هوكموث. طبعا يا أصدقاء قبل أن نبلش بالفيديو حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وخلونا نبدأ بهذا الفيديو. ليتس جو. طبعا أنا هسه يعني صورت لكم كل شيء وصدق أنا حصلت ملابس. إذا تذكرون في الإيميل انه قالوا من نحصل صناديق في اللعبة تبع هوكموث ومدري شنو راح نحصل على ملابس يا اصدقائي يعني حصرية 100%. هو صدق صدق يا اصدقاء طلع في صناديق وحصلت على ملابس مجانية لذلك راح اعلمكم على طريقة. قبل كل فيديو معودتكم انه افتح 5 صناديق يا اصدقائي فهسه راح افتح 5 صناديق وياكم يا اصدقائي ونشوف من هم الاشخاص اللي دزولي هدية. فليتس جو يا اصدقائي نضغط على اول هدية وانا طبعا احط لايكاتكم وشارك في القناة ويلا 1 2 3 ليتس جو. اوكي فهذا اول صندوق يا اصدقائي من زينب. فشكرا زينب يا اصدقائي يعني كلكم شكرا. فاوكي سكرنت صورة وهسه نشوف. اوكي حصلت على هذا الاثاث فشكرا. وهنا عندكم منو؟ لاف نونا جيمر. او ماي جاد اسمها حبيت اسمها حلو. تعالوا نفتح هدية نشوف شنو. اوكي حصلت على نفس الكنبة صراحة اسمها كلش حلو وشكرا على الهدية. فا اوكي نشوف من هذا. سامو جيمز. سامو هذا واحد من اليوتيوبر اللي اعرفهم فشكرا سامو على الهدية. فيب وفايوليتا هم بين من شخصيتها. يب فايوليتا اصدقائي دزت لي هدية وقالت لي من زمان هي فاخيرا حصلت على هديتها. شكرا فايوليتا على الهدية ما قصرتي وما قصر اي واحد. فنشوف هذا اخر صندوق اللي هو الخامس دانجرس ما ادري شنو. المهم فشكرا شكرا خلونا نشوف شنو بيها. اوه هاي اول مرة احصلها صراحة باللون البنفسجي حبيت. اوكي فهسه يا اصدقائي راح ادخل على اللعبة تمام. فهنا كملنا نلعب يا اصدقائي لازم ندور على صناديق. فهسه تعرفون كل شيء يا اصدقائي بس شاهدوا وياي حتى انه تفهموا الفكرة تمام. فهسه يا اصدقائي كملت الثواني الفوق ننتظر ان اللعبة تحمل ونبدي بالشرح واقول لكم شنو سالفة الصناديق هذي. اوكي فشوفوا طبعا بهذا التحديث اكو خريطتين الخريطة القديمة وهاي الخريطة تمام. فاي وحدة تطلع لكم مو مشكلة صناديق راح تكون في الخريطتين وراح تكون بشكل عشوائي مو شرط مكان واحد. فممكن انتم تشوفون مالتي الموجودات بالفيديو من تروحون ما راح تلقوهن او ممكن راح تلقوهن حسب حظكم يا اصدقائي. فيب يعني حسب اللي فهمته من بيكاكسي انه كل واحد له صندوق كان مكانه مختلف تمام. فهنا يا اصدقائي بلشت ادور على الصناديق طبعا نفس ما قلت لكم اماكنها عشوائيه فلذلك انا ما اعرف اماكنهن وين بالضبط. فحاليا انا دا ادور على الصندوق وشنو بهذا هذا الشيء الحصري طبعا في لعبه هوكموث يعني بس هي اللعبه الوحيده الموجوده في بيكيكزي فيها صناديق تحصلون فيها على ملابس حصريه. قاعد تعرفون شنو يعني حصريه يعني مجانيه. اوكي فهي هاي احلى شغله وموجوده فقط بلعبه هوكموث ومن هسه لحقوا عليها اصدقائي ممكن من يخلص الكريسماس راح تروح هاي السالفه. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي فيب طبعا يا اصدقائي خلوا هاي الشغله ببالكم انه من يا اصدقائي تلعبون يعني من تريدون تبحثون على صندوق معين يمكن ما راح يطلع لكم من اول جوله او ممكن بعد 3 جولات او جولتين حسب. هنا طبعا يا اصدقائي سأعطيكم الفيديو حتى انه بساعي يمشي الفيديو وتشوفون وين مكان الصندوق اللي اني لقيته يا اصدقائي وشنو حصلت فيه تمام. فليتس جو. وهنا يا اصدقائي لقيت الصندوق الاول من اول جوله همزين يا اصدقائي اللي لقيته بساع. فتعالوا نفتحه نشوف شنو بيه. اوكي يلا ليتس جو 1 2 3. اوكي طبعا نسيت السكرين. اوكي حصلت على سروال هذا باعتبار اول قطعه حصلتها. طبعا هاي الحزمه اصلا باختصار تتكون من 3 قطع اول شيء سروال والحذاء والبلوزه. يب فهسه تعالوا نلعب جولات ثانيه حتى يا اصدقائي القى بقيه الصناديق واكمل كل الحزمه. ليتس جو. نفس ما قلت لكم يا اصدقائي مو شرط انه تحصلون الصندوق يا اصدقائي من اول جوله يمكن يا اصدقائي تحتاجون اكثر من جوله يلا تلقون الصندوق. اوكي فهسه يا اصدقائي كنت العب للصندوق الثاني وما لقيته من اول جوله اكيد. فهسه هاي الجوله بلكت يا اصدقائي اني القاه فسرعت لكم الفيديو يا اصدقائي. فا اوكي طبعا انا ادري انه حلقه فتعالوا شوفوا وياي. فيب نشوف يا اصدقائي يعني خلينا نشوف وياكم شلون كنت امشي. شوفوا كنت ادور يا اصدقائي بكل مكان هو لازم تدورون في كل مكان اكيد. فيب
يعني نفس ما قلت لكم ماكو مكان محدد لهذه الصناديق. وطبعا مو مشكلة انه يتكرر عندكم الشغلة مرتين، مثلا حصلتوا حذاء مرتين خلني نقول اوكي، فهالشي يعني عادي طبيعي يا اصدقاء. لعبوا جولة ثانية تلقون صندوق وراح تحصلون على شيء ثاني مختلف وجديد. اوكي طبعا انا يا اصدقاء شنو تكرر عندي؟ تكرر عندي السروال، فتقولون بتعليقات شنو اكثر شيء تكرر عندكم، وهذا هو الصندوق الثاني. نايس، فتعالوا نشوف شنو فيه. ليتس جو ليتس جو. اوكي فشوفوا هنا نسوي رياكشنات وكذا. فيلا هسه نضغط على الصندوق ونشوف شو راح نحصل. اوكي اوه التكرار، ياب ياب هذا التكرار يا اصدقاء، ذكرت صراحه. فيب هذا هو التكرار، فشي طبيعي انه تكرر عندكم الشغلة مرتين او ثلاثة او اكثر. فيب مو مشكلة نقدر نلعب جولات ثانية او بس، فهسه راح العب جولة اللي بعدها عسى اني احصل شي جديد. فا اوكي ليتس جو، حطوا لايكاتكم طبعا مو تنسون. وهنا هاي الجولة اللي بعدها، طبعا لعبت اكثر من جولة حتى يطلع لي هذا الصندوق اللي راح تشوفوه وياي. طبعا يا اصدقائي فنفس ما قلت لكم الشيء طبيعي انه تلعبون اكثر من جولة، وحتى لو تكرر اشياء عندكم فهاي كلها اشياء عادية تمام. فهسه هنا انا دا ادور على الصندوق يعني، وانتظر انه بلكي تحصل. طبعا هسه تشوفون شو راح احصل، فالقطعة المميزة بالنسبة لي اكيد. فا اوكي اذكر هاي اللحظة من شروك مث موجود ما اعرف وين اروح. اوكي فندور ندور هنا يا اصدقاء. طبعا لاحظت همات انه نصف الصناديق تلقوها يم الحائط، شوفوا هاي يعني حرفيا كل الصناديق لقيتها يم الحائط او الحائط اذا ما تعرفون شنو يعني. فيب هذا هو الصندوق يا اصدقاء، شوفوا شنو حصلت فيه. انا ادري شنو حصلت فانتوا شوفوا شنو حصلت. اوكي يلا حطوا لايكاتكم وسكن ننتظر التحميل. اوكي ثواني، واحد اثنين ثلاثة. اوكي حصلت يا اصدقائي على البلوزة، اكيد قطعة البلوزة شيء اساسي اكثر من الحذاء او السروال. فيب حصلت على هاي البلوزة. طبعا يا اصدقائي انا هم ما تحصلت على الحذاء، بس شنو يا اصدقائي صار للاسف خلل في التصوير وما صور لي اللحظة من انا اخذت الحذاء. اوكي فيب لذلك ما عليكم يا اصدقائي، في النهاية حصلت وراح اراويكم شكل النهائي للملابس. اصلا طبعا الملابس شكلها جدا حلو وحيل تناسب قبعة الكريسماس، وشوفوا يا كيف حيكون شكلها. وهنا يا اصدقائي سرعت لكم الفيديو من انا جدا البس الملابس. فشوفوا يا اصدقائي هذا الشيء، ها شوفوا الحذاء هذا هو، هي شي يكون يا اصدقائي. فهي الملابس بشكل كامل، قولوا رايكم بالتعليقات طبعا. فشوفوا يا اصدقائي تناسب القبعه الجديده هاي تبع الكريسماس، والملابس اصلا كلها حلوه صراحه حبيتها. شوفوا شوفوا كيف الاسود والاحمر كلش حلوات يا اصدقائي بالنسبه لي، فلذلك حبيت الملابس. ويب قولوا رايكم بالتعليقات فيها. ويب هذا هو كل الفيديو اصلا، فحطوا لايكاتكم يا اصدقائي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وبس باي باي.